سألناكم كمان عن النماذج اللي يمكن عملوا اختلاف في حياتكم انتم في اليوم العالمي للمرأة. احكي لنا عن ستة جدعة في حياتك وقول لها شكرا. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك. خلونا نستعرض كده بعض من اجابات حضراتكم على سؤال الحلقة. وعبد الرحمن بلال بيقول صباح الخير عليكم وكل سنة وانتم بخير. الست الجدعة صديقتي وصاحبتي واختي، وساعات بحس انها بنتي، لو هحكي عليها كلامي مش هيوفي حقها، بجد تستاهل كل خير، ربنا يسعدها ويفرح قلبها يا رب. هو كمان عامل منشن لرشا رشا السيد. صباح عليكم استاذ عبد الرحمن وكمان استاذه رشا. في محمد فياض بيقول انه كمان هو يعني شايف انه من اهم الاشخاص بالنسبه له هي زوجته. كمان احمد العيادي بيقول بيصبح عليكي علي وعليكي يا جمانة، وبتكلم عن نور شكري اكبر داعمي لمرضى السرطان في مصر ومؤسسه جروب توجذر وي كانسر سيرفايفر. انا عارفه نور شكري، بوجه لها كل التحيه اكيد، وبنتمنى ان هي ان شاء الله تبقى معانا في البرنامج قريب جدا. توجذر وي كانسر سيرفايفر من سرطان الثدي، وقدرت ان هي تعمل جروب لدعم مرضى السرطان في كميه حب وعطاء من ناس ما تعرفش بعضها اساسا. بجد قصه نجاح كبيره لبنت عندها حب للحياه رهيب. انا بحييك يا نور جدا، وبقول لك يعني انت فعلا نموذج ملهم جدا جدا لينا كلنا، وانا اعرفك شخصيا وعارفه قد ايه انت مصابره وفعلا يعني عندها ريزيلينس يعني جامد جدا. طبعا احنا بنوجه لها التحيه.